العلاقات الليبية التونسية والتقارب السياسي هذا ليس بغريب. طبعا تونس هي حاضنة الحوار هذا يعني يحسب لتونس، وتونس طبعا الروابط الاجتماعية والروابط الاقتصادية تعطيها الدور الأكبر، وأن هي تكون أقوى شريك لليبيا. والإعلان السياسي الذي تم بين دولة رئيس الوزراء المهندس عبد الحميد بيبة ووزير الأول السيد هشام الشيشي هذا يأتي ضمن إجراءات متبعة لحكومة الوحدة الوطنية لتوطيد العلاقة ومشاركة تونس في استقرار ليبيا، وأيضا إعادة الأعمار، وأيضا دفع عجلة الإنتاج والاقتصاد إلى الأمام وإشراك هدى في ليبيا، والتي ربما اضطرت إلى مغادرة السوق الليبية في الفترة الماضية. هل هناك مقاربة لإعادتها وعودتها إلى السوق الليبية مستقبلا مع الوزير؟ اليد العاملة التونسية معروفة في ليبيا ومرغوبة، وهي يد عاملة حرفية مهنية في بعض الاختصاصات في مجال النفط، يعني في جميع المجالات والطب. احنا عملنا من خلال الوزارة على تسوية أوضاع العمالة التونسية الموجودة حاليا على الأراضي الليبية لتوسية أوضاعهم، وأيضا على العمل على فتح سوق العمل لليد العاملة التونسية في القريب العاجل من خلال الاتفاق الذي تم بين الحكومة الليبية والحكومة التونسية، وتسهيل الإجراءات للعمالة، وهذا يتآتى ليبي. هذا كله يأتي طبعا اليد العاملة تعتبر هي القوة، هي المان باور بتاع إعادة الأعمار. وأنا أعرف اليد العاملة التونسية وأعرف الشركات من خلال خبرتي في تونس وعملي في السابق في الجمهورية التونسية في السفارة الليبية هناك. طبعا كنت ملحق تجاري وكنت قريب من هذا الشأن، وأعرف ماذا تعني الشركات وماذا تعني اليد العاملة التونسية. شكل الانتداب سيد الوزير، هل سيكون عن طريق وكالة التعاون الفني التونسية أم سيكون انتداب مباشر؟ لو نوضح للمستمعين كيف سيكون الانتداب مستقبلا في السوق الليبية. الانتداب اللي هو الاستجلاب اليد العاملة، نعم، حيكون عن طريق القنوات الرسمية التونسية. القنوات الرسمية التونسية اللي هي طبعا الحكومة وأيضا وزارة الشؤون الاجتماعية وأيضا يعني بعض الوكالات المعنية بالأمر الذي تعطيها الحكومة التونسية الرخص والموافقات بذلك. ونحن يعني مستعدين هنا، وزارة العمل والتأهيل الليبي هي الجهة الوحيدة المخولة بالقانون بإعطاء الموافقات لليد العاملة. وطبعا اليد العاملة التونسية لا نعتبرها أجنبية، هذوم أخواننا وأيضا هم بين أهلهم وناسهم، ولكن الإجراءات والعقود هذه تضمن حقوق الطرفين، صاحب العمل والعامل. وهذا طبعا يتأتى في تنظيم سوق العمل ضمن الخطة الموضوعة من الوزارة.